Ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat pembatal sihir ini, Ya Allah, Engkau putuskan dan batalkan segala perjanjian-perjanjian sihir. Engkau hancurkan, Ya Allah, segala ikatan-ikatan sihir. Engkau musnahkan, Ya Allah, jin-jin yang degil yang berada di dalam tubuh badan sakit ini, Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اخرج keluar lagi naik lagi naik daripada perut naik ke dada dia naik ke leher dia dan muntahkan keluar sekarang unashidukum bil ahdil lazi akhazahu alaikum